السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم في مادة الرياضيات في الصف الرابع الابتدائي. موضوع الدرس حل اختبار الفصل صفحة 113. أولاً 35 تقسيم 5، نأتي برقم يضرب فيه 5 بحيث يكون الناتج 35، ألا وهو 7. 70 تقسيم 7، أيضاً نأتي برقم يضرب فيه 7 بحيث يكون الناتج 70. 10 7 في 10 يعطينا 70. نستطيع أن نحل المسألة بطريقة القسمة الطويلة. نعتبر 70 هو المقسوم، بينما 7 المقسوم عليه. نضع إشارة القسمة وإشارة الضرب. 7 تقسيم 7 1، 1 في 7 7، 7 ناقص 7 0. يبقى هذا الصفر لا نستفاد منه، إذن يرفع إلى الأعلى، أصبح الناتج 10. المسألة الثالثة 84 تقسيم 4، أيضا نجري عملية القسمة الطويلة. يعتبر 84 مقسوم والأربعة مقسوم عليه. 84 تقسيم 4، نضع عملية القسمة، عملية الضرب. 8 تقسيم 4، 8 تقسيم 4، نجد رقم يضرب في 4 بحيث يكون الناتج 8. 4 في كم بحيث يكون الناتج 8؟ 4 في 2، 2 في 4 8، 8 ناقص 8 0. 4 تقسيم 4 1، 1 في 4 4، إذن أصبح الناتج 21.